نحن مطالبون بأن نحمي المنقبات والمحجبات والسافرات. الناس تضحك تصفيق وكذا. ما يقع شيء ونقعد نكونوا في الرجال ونخدموا فيهم ونعملوا دعايه ومنها بعد اولاد ويتربوهم المراه نتاعو اللي هي مازالت في الحقل في العصور البدائيه ونعاود المعبوكه هي من ولا مش نتلقاو مش تعرضنا صعوبات ان الافكار والاذهان مش كلها قابله تطور هذا اي والعادات عندها سلطان على البشر. الانسان ديما يحن لما يشعر بحنين على العوائد القديمه اللي مستنس بها وتذكروا الشباب نتاعه والطفوله وامه ووالدته وكذا وماذا بيه هكا مثل حق الأمور تمشي هكا باستمرار هكا من غير شيء هكا يصادم هكا العوائد. ثم ما هو أكبر وأخطر العوائد هذه اللي هي يشعر فيها من أصل الإنسان نحوها بحنين أخذت صبغة دينية آمنة بمعنى الدين وهذا دين والمرأة والحرمة والعورة بحيث هذرة مثل كبيرة ياسر والآية هو قالوا Moi, je suis optimiste. Quand on parle de la Tunisie d'après Bourguiba, je dis, moi, je crois que j'ai fait quelque chose de solide, qui tiendra après moi.